تقييمك للجان المقاومة؟ أولا في بداية للمحور خلينا اليوم نقدم التعازي في شهدائنا الكرام وربنا يشفي الجرحى وشاهدنا. نعم. نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة وعاجل الشفاء لشهدائنا. أكيد هم الخالدين، أكيد أسمائهم ستخلد وإن شاء الله تضحياتهم ما تروح هدر إن شاء الله. لكن إحنا أمام تطور جيد جدا فيما يخص لجان المقاومة. دائما إحنا كنا النقطة أو عجز القادرين على التمام اللي كنا بنشير له دائما في أداء لجان المقاومة، أنهم على المستوى الثوري، الأداء الثوري والحراك على الشارع هم من صنعوا هذه الثورة وهم من حرسوا الشارع وهم من يحرسون المدنية. لكن دائما كان النقص الذي نشير إليه هو الأداء السياسي الذي يجب أن يرافق الأداء الثوري. حاليا نحن أمام تطور في أن لجان المقاومة تحولت من الأداء على الأرض الأفقي إلى الاتجاه الرأسي وهو التمثيل السياسي، تنظيم القاعدي والتنسيقيات وأيضا ممثلين واضحين وأيضا حتى الموجهات، يعني حتى الشارع هو دائما الفيصل هو الشارع. تقبل الشارع لقيادة حقيقية، دائما كان الشارع تحت قيادة مثلا تجمع المهنيين هي اللي كانت دائما تجمع المهنيين كمنظومة هي اللي كانت بتقود الحراك، بعدها قوى إعلان الحرية والتغيير، الموجهات السياسية وغيرها، والأداء على الأرض كان الدور الفاعل للجان المقاومة. لكن حاليا الملاحظة أنه لجان المقاومة تجاوزت هذه النقطة وأصبحت هي القائدة للشارع. بدليل بسيط جدا كمثال ما حدث بالأمس، يعني بالأمس كانت في مليونية معلنة وكل الشعب السوداني جهز نفسه للمليونية دي، وقبل انطلاق المليونية بفقط نصف ساعة خرجت التوجيهات من لجان المقاومة بإلغائها.